بسم الله الرحمن الرحيم. وأن احكم بينهم، يفسر بعدة تفسيرات لعله أربعة. التفسير الأول: الحكم بمعنى بيان المسألة. إذا سئلت عن مسألة أو أنا خطيب أو مبين للأحكام، أن أبين المسألة الشرعية بما أراني الله في كل الشؤون الحيوية والفقهية والدينية. المعنى الثاني: حكم المجتهد، لأن المجتهد أيضا يحكم بالأحكام الشرعية عن استدلال وعن الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. الثالث: حكم القاضي أو الحاكم في المنازعات، فإذا رجع إنسانان إلى قاض ليفصل بينهما يحكم على طبق الشريعة الإسلامية بما أراه الله. الشيء الرابع: حكم البلاد، وأن يحكم بينهم. حكم البلاد عبارة عن إدارة البلاد حسب المنهاج الذي قرره الله سبحانه وتعالى. هذه أربعة أنواع من الحكم، يشملها جميعا قوله تعالى: أن يحكم بينهم. ليس كلامنا الآن في بيان المسألة ولا في فتوى الفقيه ولا في فصل القاضي بين المتخاصمين، وإنما كلامنا في حكم البلاد، أن يحكم بينهم. هذا المعنى الرابع من الحكم ليس المراد به فقط أحكاما فقهية، وإنما يراد به إدارة البلاد كما أراد الله. حتى أن إعطاءك المال للمؤلفة قلوبهم يسمى حكما بما أراه الله. قد يقول: هذا واجب، هذا حرام، الدار لك، الزوجة له، في المنازعات، في الفتاوى، في بيان المسائل الشرعية. أحيانا يبلط هذا الشارع، تبليط هذا الشارع حكم بما أراه الله. إعطاء المال للمؤلفة قلوبهم حكم بما أراه الله. يعني كيف تدير البلاد وتحكم العباد؟ على طبق أوامر الله تعالى. هذا المجموع قولا عملا حركة سكونا حربا سلما مالا اقتصادا زراعة سياسة وإلى آخر القائمة حكم في إطار ما أراه الله ورآه من الله. هذا الشيء يحتاج إلى أربع مقومات. الحكم بالمعنى الثالث: المقوم الأول الإيمان، المقوم الثاني الثقافة، المقوم الثالث المؤسسات، المقوم الرابع الممارسة. إذا أردنا أن نحكم بما أرانا الله بالمعنى الحكم الرابع أو المعنى الرابع للحكم،
بحاجة إلى أربعة أشياء: الإيمان، الثقافة، المؤسسات، الممارسة. أما الإيمان وهو الشيء الأول، إذا لم يكن فينا إيمان هل نتمكن من تطبيق أوامر الله؟ الواضح لا. ولا نقصد من الإيمان أن نصلي أو نصوم، هذا جزء الإيمان. الإيمان عبارة عن حالة خوف من الله وملكة نفسية تبعث على الاستقامة الدائمة. في الآية الكريمة الله تعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يا العلماء بالله، إذا صارت في داخل الإنسان حالة خشية وخوف ومراقبة دائمة لله، هذه الحالة تبعثه على الاستقامة. لنمثل، التجار في داخلهم حالة حب جمع المال، هذه الحالة تبعثهم دائما على العمل. من الصبح يأتي إلى محله يبيع ويشتري، وإلى نصف الليل ويسهر ويتعب جسمه ويسافر في الحر والبرد، لأن في داخله حالة تبعثه على هذا الشيء، ملكة، حالة نفسية، صفة، لون. لون هذا الحائط أحمر وأخضر وأبيض وأصفر، ونفسية إنسان، نفسية تاجر، نفسية عالم، نفسية خطيب، نفسية جندي، نفسية مهندس، نفسية طبيب. الإيمان يجب أن يكون في قلوبنا. اللهم إني أسألك إيمانا تباشر به قلبي، مربوط بالقلب، لون القلب. وهذه الحالة لا تحصل للإنسان إلا كما يقوله صاحب الفصول وهو من كبار علمائنا، إلا بطول العبادة لله تعالى. من الممكن أن الإنسان يقول أنا مؤمن ويصلي ويصوم ويحج ويخمس، لكن الإيمان لم يدخل قلبه. قالت الأعراب آمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، هذا المعيار. إلا من أتى الله بقلب سليم. حتى ضد هذه الحالة أيضا آثم قلبه. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، ورضوان من الله أكبر. رضوان لأن محله القلب، عذاب القلب أكبر والراحة القلب أكبر. الإنسان يجب أن يشعر الإيمان قلبه. وصاحب الفصول يقول: لا يشعر القلب الإيمان إلا بطول العبادة. إذا قبل أذان الصبح قمت من النوم مستوحشا لأن الباقي عندك ربع ساعة، وربع ساعة لا تكفي لصلاة الليل، اعرف أن الإيمان داخل في قلبك. أما إذا قمت قبل الشمس بعشرات الدقائق وصليت صلاة اعتباطية وقلبك هنا أو هناك، لا، بعد الإيمان لم يدخل. وإذا خفت من الله كأنك تراه، اشعر بأن الله دخل حبه وخوفه في قلبك. وإذا كان يراك أحد أو لم يرك أحد، عرف أحد أو لم يعرف أحد، صدقت في كلامك. حيث تنفعك الكذبة تركتها، اشعر بأن الإيمان دخل في قلبك. هذا بحث طويل، وليس الآن كل بحثنا حول هذا الموضوع، لكن الإيمان معناه أن القلب يرى الله وينقاد
تلقائيا لأوامره، مو أوامره الواجبة. أوامره الواجبة عمل أغلب الناس، لا حتى أوامره المستحبة وحتى أوامره الآدابية. إن الله قال قبل الطعام ملح وبعد الطعام ملح، أنا عبد أصنع هذا الصنيع لأن الله قال وكفى. لكن أنه واجب أو هو مستحب أو عادي أو غير عادي أو مكروه أو غير مكروه، هذا يتبين على أن الإيمان لم يدخل القلب. اللهم إني أسألك إيمانا تباشر به قلبي. مباشرة الإيمان للقلب علامته الانقياد التلقائي لأمر الله تعالى. ملاحظين أنه إذا عندنا موعد مع أصدقاء إلى سفرة والطائرة تنقلع قبل الساعة مثلا 5 صباحا، ترون أن كيف لنا نام تلك الليلة؟ وإذا نمنا تلك الليلة كم نقوم من النوم ونرجع إلى النوم ونوصي عائلتنا بأن يقومون لأن الطائرة تنقلع؟ الإيمان هذا معنى في ليله وفي نهاره وفي سفره وفي حضره وفي عمله وفي كل شيء منه، حضور أمام الله. هذا أول مقوم لحكم الله، وإلا إذا لم يكن هذا الشيء يصبح الأمر روتينيا وكل واحد يأتي وراء الحكم يقول أنا مؤمن بالله، أنا مسلم، أنا مصلي، أنا صائم كما ترون ورأيتم وسترون في المستقبل. فرق بين الإيمان الروتيني وبين الإيمان الحقيقي. الإيمان الحقيقي هو لا يحصل لك إلا بطول العبادة، طول الذكر، طول قراءة القرآن، طول الدعاء، طول صلاة الليل، طول الصلوات المستحبة. هذا إذا أطلتها 5 سنوات، 4 سنوات، 6 سنوات، 7 سنوات، ذاك الإيمان يدخل في قلبك. وإذا دخل ذاك الإيمان في قلبك وفي قلبي تجد حلاوة الإيمان. للإيمان حلاوة، لذكر الله حلاوة. أكو في الحديث إن أول عقوبة يعاقب الله به الذين لا يلتفون حوله يحرمهم لذة عبادته، ما في لذة، وإنما شيء روتين وتكليف. هذا الشيء الأول، الحكم يحتاج إلى الإيمان، الإيمان الذي يباشر القلب. في دعاء في ليالي شهر رمضان، يا عاصم قلوب النبيين، لفظ ما أعظمها، يا عاصم قلوب النبيين. الشيء الثاني الثقافة. الإنسان الذي يريد حكم الله ويريد حكم الإسلام يجب أن يكون ذا ثقافة واسعة بالحكم. الحكم في العالم على ألوان وعلى أقسام. لنا حكم يسمى بالحكم الجمهوري، ولنا حكم يسمى بالحكم الدكتاتوري، ولنا حكم يسمى بالحكم الملكي، ولنا حكم يسمى بالحكم البيوقراطي، ولنا حكم يسمى بالحكم الارستقراطي أي الأشرافي. ولنا 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 ألوان من الحكم وكيفيات في إدارة البلاد والعباد. كم نعرف من هذا الشيء؟ كم؟ هل نعرف هذه الأمور تلقائيا؟ أو هل نعرف هذه الأمور ونحن نخرج من بطون أمهاتنا إلى الحياة؟ هل طالعنا حول هذه الأمور كتابا؟ هل فكرنا حول هذه الأمور تفكيرا؟
إذا تلاحظون ويلزم أن تلاحظون مئات الكتب ألفت حول هذه الأمور، كيفية الأحكام في العالم. ما يقولون العلوم السياسية، شنو معنى العلوم السياسية؟ سياسة بمعنى إدارة البلاد، كما في زيارة الجامعة وساسة العباد وأركان البلاد. ساسة العباد يعني شنو؟ يعني الأئمة الطاهرون يدورون العباد والبلاد. كم نحن نعرف ألوانا من الحكم وخصوصيات وكيفيات؟ الحقيقة أنك إذا وضعت يدك على كل 10,000 إنسان من المثقفين، ودعنا عن غير المثقفين، لعل 5 فيهم لا يعرف، لأن هذا الشيء ليس موهبة كموهبة النطق وكموهبة الرؤية العينية وكموهبة السماع، وإنما يحتاج إلى الدراسة، إلى المطالعة، إلى المباحثة، إلى الاستنتاج، إلى الاستنباط. ولا يكون هذا الشيء أقل تقدير يجب أن تطالع 100 كتاب حول كيفية الحكم، أي حكم، حتى تعرف ما هي الموارد والمصادر والكيفية والخصوصية، وإلا أنت لا تعرف. والذين لا يعرفون ليس لهم مجال في الحياة. ذات مرة كنت أقرأ في صحيفة أن هذا الرجل اليهودي المعروف كيسنجر طالع حول كيفية الحكم والأمور المرتبطة بالحكم 5,000 كتاب، لذا تمكن أن يدير وزارة خارجية أضخم بلد في العالم 8 سنوات على المسرح، وقبل 8 خارج المسرح، وبعد 8 خارج المسرح أيضا. وأنت تريد أن تقيم حكم الله في الأرض، ونحن نريد أن يقام حكم الله في الأرض، وليس لنا اطلاع حتى بألفباء الحكم. هل هذا شيء يمكن؟ دائما أنت تريد الطب وتعشق الطب وتحب الطب وتدعو أن يجعلك الله طبيبا وموله قلبك للطب، لكن لا تعرف شيئا من الطب ولم تقرأ شيئا من الطب. هل تتمكن أن تكون تقابل طبيب مارس الطب 50 سنة وله ثقافة واسعة حول الطب، قرأ الدراسة 30 سنة و20 سنة؟ هذا لا يمكن. كل سلاح سلاح في قباله. إننا بحاجة إلى ثقافة حكمية، ثقافة طبية، ثقافة سياسية، ثقافة تربوية، ثقافة هندسية، ثقافة فقهية، قسم من الثقافة سياسية، قسم من الثقافة ثقافة حكمية، له ثقافة خاصة. ولا تستقى هذه الثقافة من الإذاعات ومن الصحف. هل تتمكن أن تكون طبيبا بأن تقرأ مجلة طبيبك أو تستمع إلى النشرات الطبية في الإذاعات والصحف؟ لا تكون طبيبا. إن الطبيب يتمكن أن يستفيد من هذه الأمور، أما لتكون طبيبا بحاجة إلى دراسة الطب ومطالعة الطب ومزاولة الطب حتى تكون طبيب، ثم تعرف ماذا في طبيبك وماذا في النشرة الطبية الصحفية أو الإذاعية أو التلفزيونية. الحكم الركن الثاني منه بحاجة إلى ثقافة سياسية، هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث، المؤسسات، الحكم مؤسسات.
معنى مؤسسات شنو؟ أمثل لكم مثال بسيط حتى نأتي إلى تفهم المؤسسات. إننا عندنا مال كثير، نريد أن نرفه عن الذين لا بيوت لهم، فأردنا أن نبني مدينة خارج الكويت لأجل أن نعطي هذه الدور إلى أناس لا يملكون البيوت. حسنا، المال موجود. تعلم أنك إذا أردت أن تبني مدينة خارج الكويت ذات 1000 بيت، كم تحتاج من المهيئات واللوازم والوسائل؟ أولا، وهذا شيء واضح، تحتاج إلى مهندسين، معمارين، بنائين لتشكيل هيكل البيوت، ثم تحتاج إلى الكهرباء، تحتاج إلى الماء، تحتاج إلى التبليط، تحتاج إلى التلفون، بعد ذلك تحتاج إلى المواصلات. من يوصل هؤلاء ويرجعهم؟ فإذا كانت مواصلات المدينة بمقدارها، تحتاج إلى إضافة المقدار، تحتاج إلى مدراء المواصلات، جعلت 10 سيارات كبار للمواصلات، سواق تحتاج. هؤلاء السواق يحتاجون إلى السكن ويحتاجون إلى الإدارة. صح هذا الشيء، نحتاج إلى المدرسة، أين يدرسون أطفال هؤلاء؟ أين يعالجون مرضاهم؟ لأن مستوصفات المدينة بنيت بمقدارها، مدارس المدينة بنيت بمقدارها، ملاعب المدينة بنيت بمقدارها، تانكرات الماء للمدينة أسست بمقدارها. وكذلك هؤلاء إذا ترافعوا وتخاصموا يحتاجون إلى قاض، بالليل يحتاجون إلى شرطة النجدة، بالنهار يحتاجون إلى الأمن، يحتاجون إلى الصحف. وإذا تجد تريد بناء مدينة صغيرة ذات 1000 بيت وأنت تحتاج إلى تبديل كل هيكل الدولة، لأن كل هيكل الدولة تتبدل، من المدرسة إلى المستوصف إلى الماء إلى الكهرباء إلى كابلة التلفونات إلى الصحة إلى الطبيب إلى المهندس إلى المعمار إلى القاضي إلى الأمن إلى الجيش إلى الشرطة وخل إلى آخره. إذا فرضنا هذا الشيء في إرادتك بناء مدينة صغيرة ذات 1000 بيت، فكيف أنت وأنت تريد أن تبدل كل هيكل النظام؟ كل هيكل النظام يعني مؤسسات. الفرق أن المؤسسات التي مثلناها بالنسبة إلى المدينة هذه مؤسسات مادية، بينما أسلوب الحكم مؤسسات معنوية. لنؤشر إلى موضوع، وذات يوم إن شاء الله نفصله تفصيلا. إسرائيل الصغيرة لا تخاف من الانقلاب، سويد الصغيرة لا تخاف من الانقلاب، نرويج الصغيرة لا تخاف من الانقلاب، دنمارك الصغيرة لا تخاف من الانقلاب، هند الكبيرة لا تخاف من الانقلاب، بريطانيا وفرنسا وأمريكا وإيطاليا واليابان وألمانيا لا تخاف من الانقلاب، صغيرها وكبيرها. أما تأتي إلى مصر تخاف من الانقلاب على 40 مليون، وتأتي إلى الكويت تخاف من الانقلاب على 1 مليون، وتأتي إلى إيران تخاف من الانقلاب على 35 مليون، وتأتي إلى باكستان في يوم 120 مليون وتخاف من الانقلاب. لماذا هذا الشيء؟ هل في إسرائيل معجزة؟
هل في دنمارك والنرويج والسويد معاجز؟ لا يخافون الانقلاب. أما ترى مدينة كبيرة كأندونيسيا 130 مليون والليل ونهار يخشى من الانقلاب ويرتعش من الانقلاب، لماذا هذا الشيء؟ هل فكرتم؟ الجواب كلمة، وهي هذه الكلمة الثالثة التي قلناها: حكومة في إسرائيل بنيت على مؤسسات، المؤسسات ليس فيها انقلاب. والحكومة في بريطانيا وفرنسا أسست على المؤسسات، المؤسسات ليست فيها انقلابات. أما مصر لم تبنى على المؤسسات، وإنما مصر بنيت على تركيبة خاصة من الحكم، 10 يديرون 40 مليون، فمن الممكن إزاحة هذه 10 ومجيء 10 آخرون مكانهم. أما في إسرائيل، ما أن الذين جاءوا للحكم كانوا 10 وجاءوا للحكم، كان حزب وحزب وجمعية وجمعية ومنظمة ومنظمة، كل المجتمع صعدت وصعدت وصعدت وانتخبت أفراد على القاعدة. من ينقلب؟ وهل يمكن الانقلاب؟ وإذا لنفرض أن 4 من الضباط المغامرين قلبوا يتمكنون من الحكم، الناس يتجاوبون معهم؟ كلا أبدا. وإلا في كل مكان حب الظهور وحب الحكم وحب كل شيء موجود، لكن هناك لا يفكر فيه، وإذا كان فكر فهو تفكير فاشل. الانقلاب في فرنسا أو بريطانيا مثل الانقلاب في مسجدنا، هل يعقل انقلاب في مسجدنا؟ يأتي إنسان ويرى محمد إنسان واحد، ويأتي من داره صباحا إلى المسجد وحده، أخنقه وأجلس مكانه، المدرسة لي والمكتبة لي والمسجد لي والفلوس لي وكل شيء لي. إن الإنسان الذي يفكر هذا التفكير، هذا تفكير جنوني. لنفرض أنه قتل محمدا وجاء إلى المسجد، والمسجد ممتلئ بالناس، لما رأوا هذا محمد واحد منهم لا يصلي خلفه، والحج عباس ميرزا حسين يقول الخادم ابسطه بسط حيل وطلع من المسجد وأغلق الباب. في بلادنا الانقلابات محتملة، لأن الذين جاءوا للحكم مو مؤسسات، مو صداقات. إني جئت إلى صلاة الجماعة بصداقات ومؤسسات وأعضاد وأعوان ومعتقدون. لهذا لا يمكن الانقلاب في مسجد، أي مسجد كان، ومسجدي من باب المثال. لكن الذي أتى إلى المسجد اعتباطا، هذا يمكن الانقلاب ضده. الغرب مؤسسات، إسرائيل مؤسسات، نرويج ودنمارك مؤسسات، حتى إذا مؤسسات ذات مليون ما يصير فيها انقلاب إذا مؤسسات. أما إذا اعتباطيات ودكتاتوريات وعشرة وعشرين هم رأس الحكم، يأتون اعتباطا ويذهبون اعتباطا. الشيء الثالث الذي نحتاج إليه في بيان حكم الله سبحانه وتعالى، أن ينقلب المجتمع مؤسسات. إذا صارت مؤسسات تأتي الكفاءات، إذا صارت كفاءات لا يمكن زحزحتها أبدا. نحن بحاجة إلى هذا الشيء. يعني يجب أن لا نفكر أن حكم الله عواطف، يجب أن نفكر أن حكم الله أسس. يبتدئ حكم الله من القاع إلى السطح. هذا الشيء يحتاج إلى زمان طويل طويل حتى نتمكن أن نرسخ حكم الله. شوفوا في زيارة الجامعة التي تلوناها يقول: وساسة العباد وأركان البلاد. شنو معنى أركان البلاد؟
معنى أركان البلاد هو هذا الشيء، لأنه بطبيعة الحال السياسة تحتاج إلى سوابق وإلى علوم وإلى معارف وإلى شخصيات لهم هذه العقليات. ولذلك بعد مباشرة ساسة العباد قال وأركان البلاد. هذا الشيء الثالث، نقول هذه الأمور حتى نوفرها في أنفسنا، وحتى لا نتصور أن الأمور عواطف وأن الأمور أماني. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. أسست دارك بلا مباني وقوائم، هل تبقى هذه الدار؟ نحن يجب أن نوفر في أنفسنا، كما أنك إذا أحببت أن تكون طبيبا يجب أن توفر في نفسك مؤهلات الطب، يعني تدرس وتدرس 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 حتى تصبح طبيبا. وكذلك المهندس، وكذلك المعمار، وكذلك الجيولوجي، وكذلك الميكانيكي، وكذلك الكذا، وكذلك الكذا. نفس الشيء الحكم، وهو أصعب من الجميع. لماذا أصعب من الجميع؟ واضح، لأن مؤسسة الحكم مؤسسة الكل. طب مؤسسة، صحة مؤسسة، هندسة مؤسسة، أشغال مؤسسة، تجارة مؤسسة، أما الحكم مؤسسة الكل، هذا أصعب من الكل. هذا الشيء الثالث، الإيمان، الثقافة، المؤسسات. الشيء الرابع، الممارسة، وهذا أيضا يحتاج إلى طول مدة. الإنسان دائما لا يتمكن من بناء الحياة إلا بمخزون هائل من التجارب، تجارب نفسه وتجارب الآخرين. هذا المخزون الهائل من التجارب هي التي تقود الحياة. نمثل لكم مثالا بسيطا، أنت تريد أن تكون خطيبة، وحفظت آيات من القرآن الحكيم، وحفظت قصائد، وحفظت قصص، ولم تصعد المنبر إلا هذه المرة، هل تتمكن أن تحول منبرا جميلا؟ مستحيل، منبر يحتاج إلى الممارسة. أنت قرأت الدرس 30 سنة في أمريكا وإنجلترا حول الطب، وجئت الآن إلى الكويت تريد الطبابة، هل تتمكن أن تمارس الطب؟ أبدا لا تتمكن. ولذا الأطباء مد مديد يكونون تحت يد طبيب فائق أو مستشفى أو مستوصف، يتعلمون الممارسة. الممارسة الشيء والعلم شيء آخر. إني أعلم هذه الغرفة بنيت على حياطين وعلى أسس، وأن مقوماتها الجص والطابوق والحجر والسمنت والحديد والخشب، هل أتمكن أن أبني هذه الحجرة؟ الممارسة، حكم يحتاج إلى الممارسة. إذا الممارسة ما كانت وإذا بنفخ انهدم. الآن أمثل لكم مثالين، وقصدي محض مثال فقط، لا تعليق ولا تأييد ولا تخريب. فرنسا في الحرب العالمية الثانية، أنا أذكر هذا الشيء لأننا رافقنا الحرب العالمية الثانية، سقطت بيد الألمان، لكن فرنسا كانت ممارسة للحكم. ديغول شرد من فرنسا وجاء إلى بريطانيا واستمد 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 واستمد، ورجع إلى بلاده وأخرج بلاده من يد الألمان، وصارت فرنسا كما كانت لأنهم كانوا ممارسين للحكم. بعد انقضاء الحرب العالمية الثانية دخل الحلفاء إيران، الحلفاء يعني روس، أمريكا، إنجلترا، هؤلاء يسمونها بالحلفاء، هؤلاء دخلوا إيران. بمجرد أن دخلوا إيران وكان قد حكم رضا شاه الأب،
كان قد حكم البلاد وقبضه بقبضة حديدية وجيش ضخم هائل. لكن تشرشر يقول في كتابه، يقول إني تعجبت لماذا الجيش الإيراني لم يقاومنا إلا ساعتين فقط، لأن ما كان ممارسة، كان تزويد، كان صورة، كان لون، اللون يسقط بالنفخ. وبعد ذلك أرسلوا اثنين إليه إلى رضا خان أن اخرج من إيران سمعا وطاعة، أخرج من إيران. وهو خرج، مو أن الإنجليزيين جاءوا وأخرجوه، أخرج من بلادنا، خرج خلاص. لاحظوا الفرق بين الديغول وبين رضا خان، هذا في كل الكتب مذكور، لأن الحكم ما كان عن مؤسسات وعن ثقافة وعن ممارسة، الحكم كان حكما اعتباطيا، الحكم الاعتباطي يأتي اعتباطيا يسقط اعتباطيا. وبعد ذلك أخرج إلى جزيرة موريس، وفي جزيرة موريس قتلوه في قصة مشهورة. الفرق لاحظوا، المهم في الحكم الإسلامي أنه يجب على كل إنسان يريد هذا الشيء أن يعرف أن مهر الجميلة غال، في المثل المشهور. إيمان، لأن فرق بين حكم الله تعالى وحكم طواغيت الأرض هو الإيمان، الإيمان الذي يدخل في القلب، هذا الإيمان الذي يجب أن نوفره في أنفسنا. الشيء الثاني الثقافة الواسعة بالحكم، وقلنا أن الحكم بالمعنى الرابع غير بيان المسائل وغير الاجتهاد وغير القضاء، القضاء شيء، بيان المسائل شيء، الاجتهاد شيء، الحكم كمجموع شيء. وأن احكم بينهم، مو معنى يا رسول الله بين مسائل للناس فقط، ولا معناه كن قاضيا فقط، ولا معناه كن مفتيا فقط، وإنما معناه لتكن حاكما تدير البلاد والعباد. الإيمان، الثقافة الواسعة، المؤسسات، الممارسة، هذه أركانها. إذا تمت هذه الأركان وأتممناها في أنفسنا فنحن في هذا الطريق، وإذا لا يأتي قوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. نستخلص من هذا البحث أن التكليف لنا الآن أولا إملاء قلوبنا بالإيمان كما ذكرنا، يعني أنك في نصف الليل تستفز من نومك لأن الوقت ضاق عليك في ركعة من صلاة الليل، كما تستفز من مضجعك لأجل السفرة أو موعد أو كشتة. إذا صار هكذا بينك وبين الله فأنت الإيمان دخل قلبك، وهذا الشيء كما قاله صاحب الفصول لا يكون إلا بطول العبادة، لأن هذا النور ليس العلم بكثرة التعلم، وإنما هو نور يقذفه الله في قلب من يشاء. حلاوة مناجاة الله وعبادة الله طول خدمة الله يلقيها في قلبك، هذا الأول اللي نحتاج إليه. الشيء الثاني نحتاج إلى توسيع ثقافتنا حتى نعرف ما الحكم، كيف الحكم، كيف جاءوا إلى الحكم،
كيف سقطوا عن الحكم؟ لماذا سقطوا؟ لماذا ثبتوا؟ لماذا جاءوا؟ وهذا له كتب كثيرة، أقل تقدير يجب أن نطالع 100 كتاب. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث، نحتاج إلى أن نجعل المجتمع مؤسسات الحكم. الحكم مو من فوق، الحكم من تحت، الحكم من تحت يصعد مو من فوق يأتي. يجب أن نصنف المجتمع إلى مؤسسات الحكم، وهذا أيضا أسلوبه مذكور في كتب العلوم السياسية والتي تدرس حتى في هذه الجامعات، أيضا يقولون كيف هذا الشيء. هذا الشيء الثالث. الشيء الرابع، الممارسة. يعني يجب أن نهيئ أنفسنا للرؤية، للترعرع، للتربية تحت هذا اللون من الحياة، حتى نكون مؤهلا لهذا الشيء، وإلا أي إنسان يؤهل لهذا الشيء. وفرضا إذا ذات يوم قال لي البلد الفلاني مثلا العراق أنت رئيس حكم، هل يبقى الحكم بيدي إذا لم تكن هذه المؤهلات؟ فردت جميل أقول سعدي ولو فارسي البيت، لكن ما أجمله. وحقيقة هؤلاء السابقين كيف كانوا يفكرون ونحن كيف نفكر؟ يقول في بيت فارسي جميل له: وقت يفتاد فتنه در شام، هر کس از گوشه فرار افتند، روستا زادگان دانشمند به وزیری پادشاه رفتند، پسران وزیر ناقص عقل به گدائی به روستا رفتند. قرانه قبل 40 سنة. يقول فرد وقت حدثت فرد حادثة في الشام دمشق، أولاد الملوك والسلاطين هؤلاء ما كانت لهم مؤهلات، هؤلاء غيروا ملابسهم وذهبوا إلى الرساتيق والقرى والأرياف، وحيث لم تتوفر لهم لقمة العيش اضطروا إلى التجدي. پسران وزیر ناقص عقل به گدائی به روستا رفتند. اولاد كانوا من الاولاد الذين نابهون ويعرفون ويديرون ويتمكنون، هؤلاء صاروا الملوك. سعدي في هذا الصدد، لأن عنده بحث حول هذا الموضوع، أن من هو مؤهل للحكم؟ هل هذا الذي على الحكم؟ أبدا مو دليل أنه مؤهل للحكم. مؤهلات يحتاج. الآن لنفرض أنه جعله في مستشفى الأميري فرد واحد من الأناس العاديين الذين لا يعرفون الطب، جعلوه وقالوا أنت رئيس الأطباء، هل هو رئيس الأطباء؟ هل هذا الشيء بالكتابة؟ وفرضا أن رئيس الأطباء الذين كان يفهم الطب زحزحوه عن مقامه، الإمام الحسين لنفرض زحزحوه عن مقامه مثلا، وجاء إنسان لا يعرف مو مؤهل، هل هذا يصير في البلاد؟ لماذا في البلاد الإسلامية تسقط الأحكام تلو الأحكام؟ ما رأيتم بوتو من رئاسة الحكم وإذا في قعر السجن الانفرادي؟ لأن مو مؤهل للحكم، جاء للحكم اعتباط، يأتي به إنسان اعتباط ويذهب به إنسان اعتباط، مو مؤهل للحكم. وكذلك ما رأيناه في بقية البلاد الأخرى. هذه 4 أشياء نحتاج إليها إذا حقيقة نحن صدقنا بأننا في سبيل إقامة حكم الله في الأرض: الإيمان، الثقافة، ثقافة الحكم، المؤسسات، الممارسات. إذا كانت هذه الأمور فنحن في الطريق. صح، إذا أنا أهلت نفسي للاجتهاد وتبعت ليل النهار، من الممكن أنه تصل نوبة المرجعية لي. إذا أنت أهلت نفسك للطب
ودرست ودراست من الممكن أن تصبح طبيبا نابها ولامعا في البلد. إننا نحتاج إلى هذه الأمور: الإيمان بأيدينا بكثرة العبادة والتضرع إلى الله، والثقافة بأيدينا بكثرة مطالعة الكتب المرتبطة بالحكم، وما أكثرها. ولعلك إذا ذهبت إلى لبنان مثلا ذات مرة في مكتبة تجد فرد رده الضخمة أو فرد قاعة ضخمة كلها الكتب المربوط بكيفيات الحكم، من الحكم الشيوعي إلى الحكم البعثي إلى الحكم قومي إلى الحكم الغربي إلى الحكم الشرقي إلى الحكم الدكتاتوري إلى الحكم البيروقراطي إلى الحكم الأرستقراطي إلى الحكم الملكي إلى الحكم الجمهوري إلى الحكم المكيافيلي. 100 لون أكو من الحكم، وأنا طالعته قسم منها يعني وقت اللي كنا في العراق. في الحقيقة إنسان أصلا يتعجب، يقف مندهش أمام هذه الكيفيات من الحكم وأثر هذا الحكم هذا، أثر هذا الحكم هذا، لأن كلها أثرها أيضا لكل شيء أثر، كما أن لللبن أثر وللخيار أثر وللحم أثر وللحلاوة أثر، لكل لون من الحكم أثر أيضا. إننا نحتاج إلى أن نهيئ أنفسنا للإيمان وللثقافة، ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.